جاء سامي. بسرعة سامي، فالحوت ينتظرنا. هيا يا أماني اتجهي إلى هناك، أرشديني إلى مكان الفتى. أمل أن يكون بخير. هل أنت متأكدة أنه ليس قرشاً؟ سامي، لكن كيف سنعيد الحوت الآن إلى البحر؟ المد العالي لن يأتي. عرفت، يمكننا أن ندحرجه. إنه ثقيل جدا يا محسن، قد يتعرض للأذى، سيكون بخير، أليس كذلك؟ هل سبق وخذلت كفات؟ لا. نحتاج إلى نبتون يا أماني. حسنا سامي. مرحبا يا فهد. بأنك تطفئ حريقاً كبيراً، أعني حريقاً كبيراً جداً. حسناً، هكذا؟ هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ اخرجوا، حريق، هيا اخرجوا. هذه هي. ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزلق على العمود إذا شئت. فكرة ممتازة ورائعة. حان الوقت يا فاتن. فهد، أطلق الحبل الآن. شكراً يا فهد. مساعدة لكنهما عالقتان. لا تقلق، تصرفت جيدا حين اتصلت بنا. أجل أحسنت أيها الفتى، قد يسقط هذا في أي لحظة، يجب أن نحرر سارة وروزا سريعا. هيا يا رجال. حسنا يا سارة، لنخرجك من هنا. إنه متشابك. أيمن فلتخرج روزا. حسنا يا سامي. أجل. روزا. لا. لا بأس يا أيمن، سأحضرها. لا خطر. أحسنت يا أماني، جيد. هل ستكون روزا بخير؟ ستكون بخير، لكن لا تقترب من الأسلاك الشائكة ولا تحتمي بالأشجار أثناء العواصف الرعدية. هذه النصيحة للقطط والأطفال. شكراً شكراً، لقد أنقذت قطتي العزيزة روزا. الفضل ليس لي وحدي يا منى، سارة ساعدتها. شكراً يا سارة. شمشون، ماذا تفعلون؟ أين فاتن ومحسن؟ هل من مشكلة؟ سأتصل بالإطفائي سامي.
من وفاة في ورطة. لقد عاد شمشومي إلى منزل فتحي وحده. أنا أعتقد أن حادثة ما قد وقعت. لابد من أن الأمر خطير جدا. أطلب من هنا أن تبقي شمشوم هناك، نحن ذاهبون. كدت أدهسهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخروفين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سآخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. تلك شاحنة فتحي. أحسنت صنعاً يا شمشوم، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج فقط. باب مقعد الراكب عالق. أوه، فتحي. حسناً، تراجعوا جميعاً إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما. بشمشوم، صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك. شكرا سامي، يا للهول. ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. الآن أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعا، إنه بطل. قال سامي شيئاً عن خروفين هاربين. سيدي الفؤاد، لقد انتهى. كان فتحي يعالج بالخوف. أو حسناً. يجب أن نخدع. تعال، أنا شهي. أجل عنتر، ستأكلني. أمسكته. جيد. هيا يا فتى. أوه، لا يستطيع سحبنا معا. حسنا، اذهب أنت بدوني. حسناً، أراك في محطة الإطفاء. ولو سألت أمي عني لا تقولي شيئاً. هيا 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 هيا. الأفضل أن تذهبي للبيت يا فاتن، عاصفة ثلجية في الطريق. هذه السلاسل لن تفيد. ألم تسمع؟ وجدت أمر الطرق مغلقة، أصبحت المدينة منعزلة تماماً، وليس لدي في المتجر شيء ولا كسرة خبز. اطمئني يا ليلى، سأتصل بفهد، يستطيع مساعدتنا. لا يوجد حل سوى المروحية، أراك لاحقاً. Yeah.
لازم في التاريخ، وقت رائع للتزلج معا على الجالي. أوه لا! حسنا، فلنحضر شجرة قبل أن تزيد العاصفة. ها، ليست كبيرة، لكن تفي بالغرض. ما هذا؟ عالقة! ها؟ عنتر! النجدة! النجدة! عنتر! أين محسن؟ أجل، أين محسن؟ ظننتكما تتزلجان معاً. حسناً، كنا معاً، لكن ذهب محسن بعدها وحده إلى جبل الأحلام ليحضر شجرة للعيد. في هذا الطقس وبدون معطف سيتجمد. لنتصل بسامي. ها، حسناً يا عنتر، أرقد بأقصى سرعة. ها هو هناك. أوه، لن يهرب هذه المرة. عنتر، أنت بخير؟ أوه، أنت عالق هنا، صح؟ لسانك جاف كالرقائق المملحة، سأتصرف. هيا يا عنتر، افتح فمك، افتح، اشرب، اثبت. ها هو ذا، آخر مرة تهدر الماء في هذا الطقس الحار. سنسلم هذا للعم سامي. لا، لا، أحتاجه لعنتر. ها؟ أوه حقا؟ هراء. صدقاني، انظر إليه، إنه مسكين عالق هنا ولسانه جاف. أعطني المسدس يا سارة. تفضلي يا عنتر، آسف أنني أخذت ماءك. هيا، يجب أن نخرج عنتر من هنا. لنتصل بالعم سامي. كافة ميم، كلب في مأزق، سنحضر في الحال. والآن إذن، ما المشكلة؟ رأسه عالق يا سامي، ولم يشرب لفترة، لذا أعطيته بعض الماء من مسدس الماء. أحسنت يا محسن، فلتحضر الشحم يا أيمن، قد نستطيع إخراجه. في الحال. ها هو. هيا بنا. لا، يبدو أننا نحتاج فك الإنقاذ. تفضل يا سامي. اهدأ يا عنتر، أنا لن أؤذيك. سيكون بخير، صحيح؟ عمل رائع. شكرا، أشكركم. جرو مطيع. كيف حالك صديقي؟ جرو مطيع. تفضل الماء. ليس بهذه السرعة يا محسن غانم، أنا لم أنسى ألاعيبك اليوم مع الجميع. أنا آسف. يجب أن تأسف، لكن لأنك أنقذت عنتر سأسامحك هذه المرة. أوه شكرا. لديك حقا جهاز رائع، أيمكنني أن أراه؟ بالطبع، تفضل. أعتقد أنه يعمل بأن تشد هذا هكذا. أوه، آسف، انطلق دون قصد. ها، مشمش، ماذا تفعل في هذا المكان؟ هيا تعال. والآن، أين وديع؟ لا تقلق يا وديع،
محسن قادم إليك. لا أرى أي خراف هنا. محسن؟ لكني أسمع صوت محسن. ليلى. محسن، النجدة، ولدي اختفى. أتعتقدين أنه ذهب ليبحث عن وديه؟ أوه، محسن يحبه. لا تخافي ليلى. أنا متأكد من أن أيمن وأماني سوف يجدانه، وسأبقى لأسليك. أوه، شكرا يا تامر، لكن محسن يحتاج إلي، سآتي معكما. حسنا ليلى، لكن يجب أن ترتدي سترة النجاة. من أماني إلى سامي، أحتاج إلى مساعدتك لأن محسن غانم وسط الفيضان، أعتقد أنه قرب الحقول. حسنا، سأبقى هنا إذن. استمر في البحث عن مشمش لو سمحت. سأفعل يا سميحة، أجل سأفعل. حسنا، الجميع على القارب. أفسح مكانا يا مشمش، سأخذك قريبا إلى مكان آمن. والآن لا تتحركي من مكانك. النجدة، النجدة، وديع عاد، سقط صبيا عن القارب. هل نمسح هذه المنطقة ثانية سامي؟ لا داعي، انظر إلى الأسفل هناك. من سامي إلى أماني، محسن في الحقل الكبير، إنه في الماء، أسرعي قدر الإمكان. شكرا سامي. أمي، 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 أمي. أوه يا كنزي الغارق، أمسكت بك محسن. أين وديا؟ ها هو. كان عليك أن تبقى في الداخل وأن لا تخرج أبدا، فالفيضان أمر خطر جدا يا فتاة. آسف يا رئيس قسم الإطفاء سليم. نعم، ولكنك كنت جريئا جدا عندما أنقذت مشمش والخروفين. نعم هذا صحيح، أليس كذلك مشمش؟ حتى لو اضطررنا لإنقاذك في النهاية. هل عثر أحد ما على قارب الصيد؟ لا، ولكن بما أن المد انحسر نستطيع البحث عنه. نعم، ويستطيع الجميع أن يعودوا إلى بيوتهم أو حقولهم في الحال. لا يمكن أن يكون قد ابتعد كثيرا، أعني أن قارب الصيد كبير الحجم. أتستطيع التوقف هنا من فضلك؟ هل ستطعم وديع ثانية؟ هذا صحيح، وصغيرة. أنت كرى أن يعتني بقطيعه، كل ما تحتاج إليه هو كلب. نعم، أحب الحصول على كلب. محسن، الراعي الجيد دائما يغلق البوابة خلفه، لا تريد للخراف أن تخرج إلى الشارع. لا بأس، أعرف ما أفعله. أريد زجاجة. زجاجة؟ ماذا؟ حليب، آسف، إنه الفواق، أعاني منذ الصباح، لا أستطيع التخلص منه. هناك علاج واحد للفواق وهو التعرض للخوف. لا، أنا أعرف طريقة أخرى، سأساعدك. شكرا ليلى، شكرا لك، هذا يكفي، توقفي. هذا مدهش، لقد انتهى. هذه الطريقة تنجح دائما. شكرا ليلى. لا. ألا تعتقد أنني راع جيد؟ هل كان ذلك نعم أم لا؟ آسف، لا أتقن لغة الخراف. توقف، عاد، انتبه للطريق. تامر محق، لو كان لدي كلب لتمكنت من منعك. هي، أعتقد أن لدي فكرة.
سامي، هل هذا تدريب جديد؟ لا، أيمن يحاول علاج فواقه. سامي، أعلم أن شمشوم كلب إنقاذ رائع، ولكني متأكد أنه سيكون كلب راعي رائعاً. إنه مدرب فقط على أن يكون كلب إنقاذ. شمشوم يستطيع فعل أي شيء، إنه ذكي جداً. إذن هل نجح الأمر؟ نعم، هذا رائع، شكراً سامي. أتساءل إن كنت أستطيع أخذ شمشوم في نزهة. حسناً يا محسن، سيحب ذلك، لكن أمسك حبله جيداً في الشارع. لا تقلق، أعلم ما أفعله، أراكما لاحقاً. إنه يقف هناك، يحدق بكم. هيا فلتلتفتوا للخلف ولتنظروا. حسناً. إنه حريق، اتصل بسامي. هناك حريق في منزل فتحي. حريق في منزل فتحي، فلتسرعوا. أهذا من النار التي أشعلها؟ ربما، لا بد أنها خرجت عن السيطرة. كنا سنذهب هناك بعد انتهاء العمل. أجل، الأفضل أن أذهب أنا أيضا. حسنا. هي النار التي في الحديقة؟ لا، الحريق في غرفة المعيشة. معدات التنفس إذن. انطفأ الحريق. جيد أنه لم ينتشر. شكراً يا سامي. شكراً جزيلاً. هل تعرفون كيف بدأ؟ لقد كان خطأي، وضعت قماشاً على اليقطين ليبدو كشبح مدينة الأحلام. والحقيقة أيضاً، أنا تركت الشمعة مشتعلة. لا يجب أن نخرج ونترك الشمعة مشتعلة، ولا يجب أن نضع قماشاً على شعلة مكشوفة. أنا آسف، لم أقصد فعل هذا، لقد أردت فقط أن أفوز في مسابقة الرعب. لقد كان حادثاً يا محسن، نتفهم هذا، لكن صنع الحريق فوضى كبيرة بالداخل. سأنظف كل شيء. سأساعدك. وأنا. لما لا نساعد جميعاً؟ رائع، شكراً للجميع. وتذكر يا محسن، هناك مكان وزمان لتخويف الآخرين. حسناً عم سامي، أعدك أن... كهذا. يبدو أننا لدينا فائزاً. هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. لا، محسن غانم يتغلب على الجميع ويصوب. صوبت بالمكان الخطأ. يجب أن أعترف يا سامي، أنت بارع في الزراعة. لم أرى طماطم حمراء كهذه من قبل. الحقيقة يا أيمن، هذا فلفل، ستعرف الفرق لو أكلت واحدة. إنه حار. هيا، الأفضل أن نخبر منى بما حدث. مرحبا يا منى، محسن يريد أن يخبرك شيئا. أنا حسنا. منى، هذا كوخ رائع، هل بي أحد من الإسكيمو؟ إنه فرن بيتزا يا أحمق. هي منى، هل نتذوق البيتزا؟ بكل تأكيد، لنصنع بيتزا مارغريتا معا. لكن أولا أحتاج الطماطم من حديقة سامي. سنحضرها. قال العم سامي خذوا ما تريدون. إيه؟
طماطم غريبة. ما الأمر يا محسن؟ عمي سامي النجدة، حلقي يحترق. اطمئن سأطفئه. ما هذا الصوت يا سامي؟ أكل من الفلفل يا سيدي. محسن هو الوحيد القادر على إشعال حريق في فمه. والآن سأشعل الفرن، وبعد قليل سيصبح ساخنا. يبدو مثل فم محسن بعد أكل الفلفل. ها مضحك جدا. سأجعل العجينة يدور كما تفعل منى. انظري. مرحبا يا منى. لم أتوقع الخدمة بهذه السرعة. لا، أنت خفي. رائع، أتمنى لو كان لي صديق خفي. أعطتنا منى مثلجات لأننا نظفنا المقهى معها. هذا صحيح لكليكما. دعيني أفعل هذا، أحب المساعدة. شكرا لك يا محسن. أنت فتى طيب، طيب للغاية. هذا العمل جعلني أشعر بالحر، أود تناول المثلجات، لكن للأسف ليس معي نقود. لن أسمح بأن يذهب نادلي الجديد دون أن أدفع له. شكرا. أيمكن واحد آخر لصديقي؟ أين هو إذن؟ إنه بالخارج، إنه خجول. لؤي، لا تريد؟ إذن سأكله أنا. هل أنفخ البالونات الآن؟ هل أعد مكعبات الثلج؟ هل أستطيع؟ أرجوك. انتظري يا عزيزتي. ألو، مرحبا. لا، يا خبر، سآتي في الحال. طفل صديقتي مريض ثانية، إنه لا يستطيع التجشؤ وحده. لن أتأخر، هذا ما يجب أن تفعله. ستقضي وقتا رائعا في الإعداد للحفل. لا، لا أستطيع قراءة خطها. ما هذا؟ مفاجأة. هيا افتحيها. إنه صانع فشار من العم سامي. مدهش. أبي، سله بالكهرباء، سنصنع الفيشار. طبعا، لكن سأنتهي أولا من الشطائر التي طلبتها والدتك. والآن أين هذه المثلجات؟ انتهى التفتيش، أجهزتك جيدة يا منى. شكرا سامي. ما رأيك في مشروب خاص؟ قهوة اللاتيه بقطع الشوكولاتة ومسحوق الشوكولاتة. لا شكرا يا منى، علينا كإطفائيين مراقبة وزننا. سأخذ مشروبي المعتاد. هل أخبرتك عن محسن؟ لقد ساعدني كثيرا اليوم. محسن غانم يساعد؟ أجل، ساعدني في التنظيف، وأعطيته هو وصديقه مثلجات، لكن صديقه كان خجولا ولم يدخل المقهى. اثنان من المثلجات ورأيت محسن فقط. لنسترح قليلا. لا، أنا بدأ جسدي يدخل في الإحماء. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لنرى ما سيحدث. ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر. لم أعلم أنك تتشقلب هكذا. ماذا حدث يا أيمن؟ لا أعرف. لقد ركض الجهاز بعيداً عني. روزا، انزلي.
ليس آمنا أثناء العاصفة. روزا! لا! ركضتِ 5 أميال في نصف ساعة. هذا ممتاز. تركضين كالرياح. شكراً يا أيمن. حسناً، سأقوم ببعض القفز. سوف أرفع بعض الأثقال. أرنا كيف سترفع هذا. أمتأكد من هذا يا أيمن؟ الأثقال ليست متوازنة. جيدة، أنا أقوى مما أبدو. إنها ثقيلة للغاية. ما زلت أشعر بالدوار بعد سقوطي يا أماني. أظن هذا يكفي لليوم. فكرة جيدة. محسن غانم، ماذا تفعل هنا؟ أجرب حذاء الركض، إنه يجعلني أسرع. هذا ليس ملعبا يا محسن، الرياضة أمر مهم بالنسبة للإطفائيين. حسنا يا أماني. ما مشكلة هذا الباب؟ لا شيء، اصفعيه فحسب. إنه الهالوين، لكن هذا لا يعني أن ترعب الجميع. سأرعبهم لأنني أكثر مصاص دماء مرعب. ولا تخرج قبل أن ترتب غرفتك. سأرتب لاحقاً، سأحضر اليقطينة. محسن لا تصفع. الباب. خرج الكونت الشرير محسن ليبحث عن أكبر يقطينة في العالم. أهلاً يا محسن، كنت أعرف أنك ستأتي. تريد يقطينة؟ أجل، ظننت ذلك. لنبحث عن يقطينة تصلح لزومبي. لا، كنت زومبي العام الماضي. هذا العام سأكون مصاص دماء. هذا ليس مرعبا. ما رأيك في هذا الوحش البرتقالي؟ حسنا، هي ستعجبك هذه. بل هذه مناسبة. إنها وحش حقا. مناسبة لمصاص دماء، خاصة أكبر وأشرس مصاص دماء في مدينة الأحلام. اسمع يا محسن، أرجو ألا ترعب الجميع مثل ما فعلت العام الماضي. أخفت 3 فقط العام الماضي، ولن أفعل هذا ثانية. هذا العام سأخيف عادة أكبر. مع هذه على النافذة، سيعرف الجميع أن محسن سيرعب الجميع في هذا الهالوين. انظر لكل هذه الفوضى، الأرض مثل حلبة التزلج، امسحها جيداً. أمي، مصاص الدماء لا يمسحون، خاصة الأشرار جداً مثلي أنا. لا أهتم أنك مصاص دماء شرير، ستنظف الأرض قبل أن يسقط أحد عليها. مرحباً يا رفاق. أنا آسفة، إنه محسن، إنه فنان كبير. محسن غانم، أريد ضوءاً داخل مصباحي. لا تقلقي، سأهتم بهذا. على أي حال، أنا رجل إطفاء مدرب. أوبس. يجب أن تكون حذراً مع الشموع. اجعل شخصاً كبيراً يضيئها لك، وتذكر أن تطفئها قبل النوم. سنفعل يا أيمن، سأذكره بهذا دائماً. حسناً، سأذهب لأصنع الشاي. محسن، انتبه لهذه الشمعة. لا أحد يراك هنا. ابقي هنا، هذا أفضل. حسناً، إذن أتعرفان ما هذا؟ هذا غصن. صحيح، لكن أي نوع من الأغصان؟ أعرف، جميز. حسناً، ربما، لكنه غصن مكسور، وهذا يعني أن أحدهم مر هنا. من؟ أعتقد أنه فتى ذو شعر بني، والدته لديها متجر حلوى. كيف عرف ذلك؟ حين ضل صديقي الكانغرو الطريق، تعقبته 3 أيام في الغابة. لو تعقبت الآثار، تستطيع أن تجد أي شخص. هل
أخبرتكما عن المرة التي سحبني فيها كلب الدينغو من داخل كيس النوم؟ ليه؟ كان صيفاً حاراً جداً، مثل هذا تماماً. أنا لا أصدق. ألم يسمع الجميع عن إجراءات الأمان؟ ترك الزجاجات في الشمس قد يسبب حريقاً. ربما نستطيع التعقب كفهد، واحتمال أن نصبح أفضل منه. هذا ليس احتمالاً، هذا مؤكد. حسناً، لنتعقب أثار خروف وديع. لكن يا تامي، ألا تشعر بالوحدة؟ أعني يوم العطلة مثلاً. أحياناً. وعطلتك هي اليوم، صحيح؟ أجل، هذا صحيح فعلاً. إذن؟ أنا سأخرج لاحقاً يا ليلى، هل تودين الانضمام لي؟ أوه، حسناً، هذه مفاجأة، أنا أود ذلك، سأجهز بعد نصف ساعة. عظيم، لابد أننا سنذهب إلى المطعم الجديد. لا أستطيع يا أماني، ذاهبة لأستعد. عظيم، وكأنني قائد مروحية حقيقي. أجل، هذا حق رائع. يكفي هذا الماء، الآن الصبغة الحمراء. صبغة حمراء؟ حين تلقي الماء على حريق في الغابة، الصبغة تساعدك في التصويب في المكان الصحيح. لم نكن نعرف. أتحترق الغابات في مدينتنا؟ يا ليلى، تبدين رائعة حقا اليوم. شكرا يا تامر، حاولت التزين. حسناً، لم يكن هناك داعٍ لهذه الأناقة للذهاب لمشاهدة الطيور. مشاهدة الطيور؟ لما توقفنا؟ هناك كلب متوحش بجوار البركة، حركة واحدة خاطئة وسيهجم علينا في الحال. إنه ليس متوحشاً، إنه عنتر. وأين تلك البركة؟ إنه المكان الذي يشرب منه، هيا لنبحث عن وديع، لم يبتعد عن هنا. لا داعي للخوف، هيا أمسكا يدي. ما رأيكما لو غنينا معا أغنية عشر زجاجات؟ أتذاع في التلفاز؟ فاتن، محسن، سيد سليم. هذا ثالث ممر مغلق، لن نجدهم هكذا. ليس دون مساعدة. ترى هل فاتن جائعة؟ معها شطائر لكن لا أظنها تكفيها. وجدتها. الشطائر، فكرة جيدة. سمعت ليلى تتحدث عن عنتر، إنه يشم رائحة اللحم عن بعد. وأيضا قالت إنها وضعت لمحسن شطائر ديك النومي. حسنا يا عنتر، ستأخذ أي شطائر تجدها. عنتر ليس سريعا. وإن سقطت الزجاجة على الأرض وكسرت، ستجد خمسا غيرها في الثلج قد بردت. أنصت. أمي، هيا يا صغار، أصدر أعلى أصوات ممكنة. أبعد الجرب عني. لا تقلق، سأحررك بعد قليل. عند رقم ثلاثة نسحب. واحد، اثنان، ثلاثة. لا أظن هذا سينجح. نحتاج شيئا زلقا. أجل، وأعرف ما هو هذا الشيء. أماني، أتذكرين مسدس الشحم؟ حسنا، لدي فكرة. ها هو يا سامي، ملأته كما قلت. حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة. اطفئوا سامي. لا بأس الآن، كل شيء بخير. حسنا، فلنعدكما إلى المنزل. لاحقا استمعا للسيد سليم. حسنا، سنفعل. ولا تفقد البطاريات الإضافية. الحقيقة لم نجد أي كنوز. وجدنا كنز ليلى الصغير محسن. إنه مليء
بلح هنا. يا للروعة، وجدنا الكثير. رأيته أولا. أنا آلة لجمع بلح بحر. وجدنا الكثير هنا. هاي اتركا بعضه لي. لديك الكثير منه من قبل. نحن نعمل معا. سأجد مكانا فيه الكثير من بلح البحر قبل أن يجمعه التوأمان كله. الناس ده أتعلم أيمن؟ أداة الخلع أداة إنقاذ رائعة، ولكن لا يمكن استخدامها في كل حالة. أعلم ذلك. هيا محسن اسحب. إنه رطب ويمتلئ بالماء. المد يقترب، يجب أن نخرجك من هنا. هيا. أنا أحاول. انظر، لقد علق. لن نتركك هنا. ماذا سنفعل؟ سنتصل بسامي. ماذا؟ هناك من علق بين صخور الشاطئ. إلى الشاطئ، أحدهم علق. أسرعوا، فالمد يحترق. أحضر أداة الخلع يا أيمن، قد نحتاجها. نعم. شادي، ماذا حدث؟ علقت قدم محسن يا سامي، وقد جربت كل شيء. لم تجرب كل شيء؟ صحيح يا أيمن، لنجرب شيئاً آخر. أتستطيع فك رباط حذائك يا محسن؟ أظن ذلك. رائع، شكراً جزيلاً يا سامي. لما لم أفكر في ذلك؟ لحظة واحدة، أين دلو الحظ؟ أين وضعتها محسن؟ اختفت لسوء الحظ. محسن ربما أخذها المد. هيا، الأفضل أن نعود قبل أن يجرفنا المد. مهلا، ماذا عن حذائي؟ كن مطمئنا، أداة الخلع هنا. شكرا أيمن، لقد أنقذت حذائي. لهذا لدينا أداة الخلع لننقذ الأشياء. ابقي مكانك يا سارة، صياد السمك الشجاع قادم. النجدة! 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 ساعدوني! حسناً، ها أنا مستعد. أنا لا، علي أن أشغل آلة التصوير. ماذا؟ هل سيأتي أحد لكي ينقذني أم لا؟ أنا قادم يا سارة، أنا قادم. أبي! علقت يا سارة. النجدة! لا تخاف، البطل محسن هنا. محسن، كف عن العبث، فأنت لست بطلاً. سأذهب لأتصل بسامي. النجدة! هناك من سقط في البحر؟ أحد ما سقط في البحر، وهو عمل لخفر السواحل. استخدم قارب الإنقاذ مع أماني. أبي لا تقلق، أرجوك تماسك، الإطفائي سيصل قريبا، لا تخاف. النجدة! ما المشكلة يا شادي؟ ها؟
مرحبا سامي، لا شيء مهما. اصطدمت بصخرة وسقطت من القارب. قدمي علقت بشبكة الصيد، لا أستطيع أن أرتفع. سأغوص وألقي نظرة. يبدو أنك كنت مسرعا جدا عندما اصطدمت بالصخرة. أعلم، ولكني أريد أن أكون بطلا. انظر مشمش، بطلك يظهر في التلفاز. أنا محرج جدا منكم. ليس بقدر ما كنت محرجة عندما اكتشفت أن الستارة اختفت. هدوء، ستفوتون الجزء الأفضل. ماذا عن البطل محسن؟ أنا بطل أيضا. محسن، تلك عملية الإنقاذ الثالثة لسامي هذا اليوم. وتلك ستارة الحمام. محسن، ظننت أنه يوم الوقاية من الحرائق وليس يوم ملاحقة محسن غانم، لكني أعرف مكاناً لا يمكن أن أصادف فيه رئيس قسم الإطفاء. من سمع بالوقاية من الحرائق في قسم الإطفاء هنا؟ ستكون هذه أفضل طائرة على الإطلاق. خبير الطيران محسن غانم عاد إلى العمل من جديد، والآن علي أن أجد شخصاً يقدر الطائرات. بطاطا 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 لذيذة بطاطا، أنا أحب البطاطا وأحب طهو البطاطا. شكراً، شكراً جزيلاً. ما الذي جاء بك إلى مطبخي هذا اليوم يا محسن؟ لا شيء، يعني أردت فقط أن أريك شيئاً، شيئاً رائعاً جداً. لا يمكنك أن تخدعني بهذا الكلام، أعلم تماماً يا محسن ما تخطط له. حقاً؟ نعم، أعلم كم تحب الجزر. ماذا؟ ابقى بعيداً عن ذلك الفرن واخرج من مطبخي. هيا اخرج، اخرج. أنا كنت لا. بطاطا بطاطا بطاطا، أنا أحب البطاطا، بطاطا لذيذة بطاطا، أحب طهو البطاطا. أوه لا، عجلة القيادة تحطمت، لا أستطيع التحكم، العجلة لن تعمل. شادي، ماذا عن دفتك تلك؟ لا، لا تزال هناك على الشاطئ، كلانا ننجرف في البحر. لا أحتمل هذا مطلقا. هناك حل واحد فقط، سأتصل بالإطفائي سامي. مشكلة في البحر؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج. انتظرا، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي. عجبا، أتساءل إن كان سيقلع بطائرته. أنا وأماني سنأخذ فينوس وننقذ من في البحر. أيمن، خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي. حاضر سامي. أستطيع رؤيتهم، هيا بنا. أخيرا، إنهما أماني وسامي.
سأتولى أمر الزورق يا أماني. وأنا سوف أسحب قارب شادي. محسن، ارمي لي حبلا وسأربط الزورق بقارب شادي. حسنا يا سامي. وأنا سأربط قاربك بقاربي. سنكون عند الشاطئ قريبا. أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة. لا تقلق سيدي، سوف أنزلك بسرعة. لا لا لا، سوف أثبتها. سيدي هل أنت بخير؟ طبعا أنا بخير، أنا بخير، مجرد روتين يومي أختبره. الطائرة الورقية. أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بالتأكيد لا. إنها لي. لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي. لم تكن غلطتي، كانت غلطة الريح. محسن، أخبرتك ألا تبحر أبداً إلا مع وجود راشد معك. وما المشكلة؟ كفى الآن محسن، أنت تدرك ما عانته أماني. أنا آسف، عرضت الجميع للخطر. شكراً على المساعدة الشادي، ولك أيضاً يا سامي. أوه، لا بأس بذلك يا محسن، لكن لا تفعل ذلك ثانية. أستطيع قيادة قاربك عندما تصلح عجلة القيادة يا شادي؟ لما لا تفعل شيئاً آمناً أكثر محسن؟ كأن تلعب بالطائرة. نعم، لا أحد يتعرض للخطر وهو يلعب بطائرة.